أعزائي طلبة الثانوية العامة، وعودة من جديد وجزء ثالث وأخير عن الخلايا الليمفاوية. خلايا الليمفاوية هي اللي موجودة داخل أعضاء الليمفاوية. خلايا الليمفاوية لها أنواع، وقلنا قلناها وإحنا بنشرح. خلايا بائية وديناها رمز البي، وخلايا تائية وديناها رمز التي، وخلايا قاتلة طبيعية وديناها رمز الان كي. هنشرح كل نوع من انواع الثلاثه بالتفصيل، لكن تعال نشوف انواع الخلايا التائيه. خلايا التائيه ثلاث انواع: خلايا تائيه مساعده بنديها رمز تي اتش، خلايا تائيه السامه او القاتله بنديها رمز تي سي، واخيرا الخلايا التائيه المثبطه او الكابحه وبنديها رمز تي اس. في فرق بين تي اتش، تي سي، تي اس. ثلاثه هما خلايا تائيه. نبتدي أول حاجة تهمني في الثلاث أنواع، نبتدي بالبائية. طب وليه؟ ما نبتدي بالبائية والتائية والقاتلة الطبيعية. طب نبتدي بالبائية. البائية، قبل ما أدخل في البائية تعال نشوف الأول معلومات كده عن الليمفاوية كلهم، اللي هم البائية والتائية والقاتلة مع بعض. نسبتها كام؟ 20-30% من خلايا الدم البيضاء. من 20-30% من خلايا الدم البيضاء، بمعنى متوسطها كام وأقلها كام وأعلاها كام. نقدر نحط هنا نموذج لسؤال رياضي، لكن مفيش مشكلة ان احنا نتعلم. لو قلت لك قطرة دم، قطرة دم تحتوي على 8000 خلية دم بيضاء، يبقى ده عددهم 8000 خلية دم بيضاء. عايزين ثلاث حاجات: أقل عدد من الخلايا الليمفاوية، أقل عدد كام، وعايز أكبر عدد من الخلايا الليمفاوية، وعايز متوسط عدد الخلايا الليمفاوية. تمام؟ تعال نشوف أجاوبها إزاي. هما 8000، 20% ده أقل عدد، يبقى 8000 في 20 على 100، هنشيل صفرين صفرين، يبقى أقل عدد من 8000 1600، ده أقل عدد. أكبر عدد هم 8000، هضربهم في 30 على 100، يبقى 2400 خلية. طب المتوسط اللي لا 20 ولا 30، يبقى 8000 في 25 على 100 يديني 8 × 25، يديني كام بقى؟ ربع 8 بقى 2000، ده المتوسط. يبقى الفرق ما بين كلمة أقل، يبقى نستخدم 20%، كلمة أكبر يبقى نستخدم 30%، كلمة متوسط يبقى نستخدم لا 20 ولا 30، نستخدم 25. ده لو أنا عايز أعرف نسبتها. خلاص، دي عشان بس ايه على طول كده. طيب النقطه الثانيه، اين تتكون الخلايا الليمفاويه؟ لا، اين تتكون دي خلاص احنا قلناها. جميع الخلايا اللي في جسمك الخاصه بالدم والخاصه بالمناعه موجودين في نخاع العظام، بتتكون يبقى على طول في نخاع العظام الاحمر، ومعظمها ليست لها قدره مناعيه لانها لسه غير متخصصه، لانها ما تميزتش، لانها بالطبع ما نضجتش. يبقى الخلايا الجذعية الموجودة في نخاع العظام، هذه الخلايا لا تستطيع القضاء على الميكروب، لأنها لم تنضج بعد ولم تتميز ولا تستطيع التعرف على الميكروب ولا تستطيع القضاء عليه، عشان كده بنقول عليها خلايا جذعية ما تخصصتش. يبقى عرفت مكان التكوين وعرفت نسبتها. مكملين. الغدة أو الخلايا الليمفاوية. طيب خلايا الليمفاويه عرفنا مكان تكوينها، طب مكان نضجها وتمايزها، يعني هتتحول في الاعضاء الليمفاويه الى خلايا ذات قدره مناعيه، ده كلمه النضج. تقول لي مين مثلا؟ لما ناخد البائيه هنعرف، والتائيه هنعرف، والقاتله الطبيعيه هنعرف. ما اهميه الخلايا الليمفاويه؟ يبقى انا عرفت ان في نضج وتمايز، كان في تكوين. ما اهميتها؟ بتمشي في الدم، تبحث عن الميكروبات والاجسام الغريبه، وتقضي عليها بآلياتها المناعية المتنوعة، لأنها متخصصة.
بمعنى أن هناك بائية متخصصة وبعدة أنواع، كل نوع يقاوم ميكروب معين ويقضي عليه بواسطة الأجسام المضادة على سبيل المثال. يبقى أنا عرفت هذه الخلايا أين تنتج وتنضج وأهميتها ونسبتها بالنسبة لكل خلايا الدم البيضاء. نبتدي بأول نوع اللي هي مين؟ اللي هي الخلايا البائية. طيب دول الثلاث أنواع اللي موجودين ضمن مكونات الخلايا الليمفاوية. موجود بائية وقلناها قبل كده، والتائية بأنواعها المختلفة، مساعدة تي اتش، قاتلة أو سامة تي سي، مثبطة أو كبيحة تي اس، وعندنا القاتلة الطبيعية ان كي. دول نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء، دول اسمهم خلايا ليمفاوية متخصصة. البداية ناخد البائية. نسبة البائية كام؟ خلي بالك من السؤال المرة دي. نسبة البائية 10-15% من الخلايا الليمفاوية. نسبتها كام بقى؟ من الخلايا الليمفاوية مش من خلايا الدم البيضاء. وبالتالي قبل ما نسيب الجزء دول، لو أنا عندي قطرة الدم اللي كانت 8000 وعايز متوسط البائية كام؟ ده بيتم على مرحلتين. المرحلة الأولانية أجيب متوسط الليمفاوية، والمرحلة الثانية أجيب متوسط البائية. يبقى هنشتغل على كم مرحلة؟ على مرحلتين. 8000 في متوسطها 25/100 بيديني 2000 خلية. خلية اسمها ايه؟ ليمفاوية مش بائية. الألفين دول منهم بائية وتائية وقاتلة طبيعية. الألفين دول. طب البائية كام؟ نسبة البائية كام؟ البائية هي عبارة عن امال دي كانت ايه؟ كانت الليمفاوية كلها. كانوا المرة دي الألفين في 12.5 متوسط ما بين 10 و15 عالمية. يبقى 20 في 12.5 يبقى حوالي 250 خلية. خلية مين مرة دي؟ لا خلية بائية بقى. يبقى 250 من 2000. 250 من 2000. طيب يبقى أنا عرفت إني بقدر أطلع عدد الخلايا من خلال معرفة القطرة فيها قد إيه، ومن خلال معرفة نسب قد إيه. نبتدي. عرفنا النسبة؟ مكان تكوينها وأنا مغمض خلاص. أين تتكون خلايا البائية؟ نخاع العظام. أين تنضج؟ نخاع العظام. أهميتها، البائية بتتعرف على الميكروبات والأجسام الغريبة، بس هي الميكروبات زي البكتيريا أو الفيروس، وتلتصق بها وتفرز أجسام مضادة عشان تدمر هذا الميكروب. يبقى الوسيلة المناعية للبائية، أو نقول عليها الاستجابة المناعية للبائية، هي إنتاج أجسام مضادة على الميكروب. ولكل ميكروب أجسام مضادة متخصصة، يعني ما ينفعش الأجسام المضادة الواحدة تقضي بها على عدة أنواع من الميكروبات، فهنا تخصصية في كده بقى. يبقى نسبة البائية من 10-15 وحلينا عليها مثال، وبتتكون وبتنضج في نخاع العظام الأحمر، وأهميتها ان هي بتتعرف على الميكروب من خلال مستقبلاتها، تتصل بالميكروب، تصب عليه اجسام مضاده، تنتج له اجسام مضاده متخصصه حسب نوع الميكروب. الخلايا النوع الثاني وهي التائيه، وبالتالي اقدر اعمل جدول اقارن بيه، لان هناك ابتدينا بالنسبه وهنا بالنسبه. 80% من الخلايا الليمفاويه، 80% من الخلايا الليمفاويه تائية. طب ما تيجي نحل مثال على التائية بنفس الطريقة. قطرة دم اوكي، وقطرة الدم دي فيها 8000، تبقى قطرة دم فيها 8000 خلية دم بيضاء. عايز اطلع التائية، اطلعها على مرحلتين. المرحلة الاولى متوسط الخلايا
الليمفاوية اخد ال 8000 في هي الخلايا الليمفاوية بتتراوح بين 20 الى 30، وبالتالي متوسطها كام؟ 25 على 100، 25%. وبالتالي هيطلع كام؟ بيطلع 2000 خلية ليمفاوية بائية وتائية وقاتلة طبيعية. لكن لو عايز عدد الخلايا التائية، عايز التائية بس، اخد الليمفاوية اللي هم 2000 واضربهم في كام في المية؟ 80%، يديني 1600 خلية تائية. يبقى انت عندك 1600 من 2000 تائية، عندك 1600 من 8000 خلايا الدم البيضاء تعتبر تائية. يبقى انا استخدمت لغة الرياضة والنسب في معرفة الاعداد اللي عندي. دي كانت طريقة الحل. طيب مكملين، مكان تكوين الخلايا التائية نخاع العظام، لكن مكان النضج فاكر الغدة التيموسية بتخرج في صورة ايه؟ بتخرج في صورة خلية جذعية غير قادرة على التمييز ولا النضج لسه. اذا التقط الميكروب لا تستطيع القضاء عليه. طيب نروح لخلايا التائية بانواعها الثلاثة، حفظتوها خلاص وفهمتوها وعرفتوها، اللي هم التائية المساعدة، التائية القاتلة او السامة، المثبطة او الكبع. يتبقى لينا نحن نعرف دور كل واحد من الثلاثة بالاضافة الى من؟ بالاضافة للقاتلة الطبيعية. انك نبتدي بالاهمية. التائية المساعدة بقى بصوا اهميتها، هي بتساعد، هتساعد مين؟ هتساعد غيرها من البائية والتائية، هتنشط الانواع الاخرى من الخلايا التائيه. نشط مين انواعها الاخرى؟ نوع ايه؟ تي سي وتي اس بس؟ لا، وتنشط الباقيه ايضا. ليه؟ عشان تحفز هذه الخلايا الى الاستجابه المناسبه للقضاء على الميكروب. يبقى الخلايا التائيه قلنا ثلاث انواع، منها اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي هي تي اتش، وقلت لكم قبل كده لازم اعرف عنها معلومات. التي اتش ايه مدى اهميتها؟ ان هي بتنشط التي سي، بتنشط التي اس، بتحفز الباقيه او بتنشطها. كل ده بتنشطه ليه؟ عشان يؤدي الاستجابه المناعيه المطلوبه. يعني لو ما فيش تي اتش لا تي اس هتشتغل ولا تي سي هتشتغل ولا الباقيه هتشتغل. يبقى الثلاث انواع من الخلايا ستتوقف عن اداء دورها اذا توقفت التي اتش. من المحفز والمنشط للخلايا التائيه والبائيه؟ تي اتش. طيب خلصنا من تي اتش، تعال نروح للثانيه. ثاني نوع من التائيه اسمها التائيه السامه وقاتله. التائيه السامه والقاتله لا تعمل الا بصوا بقى، تنضج، تتكون الأول في نخاع العظام وتنضج وتتمايز إلى هذا النوع في التيموسية، وتخزن في الأعضاء الليمفاوية، بقع باير تخزن في العقد الليمفاوية في الطحال. طيب عشان كده الخلايا التائية السامة دورها إيه بقى بعد ما تنشطت من تي اتش؟ إن هي تتعرف على الخلايا المصابة بالفيروس وتقضي على الخلية المصابة مش على الفيروس، وبالتالي ستموت الخلية المصابة ويموت بداخلها الفيروس. بتهاجم مين كمان؟ بتهاجم الخلايا السرطانية. لما يكون إنسان عنده أورام سرطانية بتيجي الخلايا تي اس تي سي بعد ما تبقى نشطة وبعد ما تبقى ناضجة وبعد ما تكون اتكونت، يبقى في مراحل زي ما انت شايف كده، تكوين، نضج، تمايز، تنشيط، الترتيب، تكوين اتكونت، نضج نضجت، تمييز تمايزت، تنشيط نشطت. من المنشط؟ تي اتش. لما تنشطها تهاجم الخلايا السرطانيه، تهاجم الخلايا المصابه بالفيروس، وفيها مشكله انها بتهاجم ايضا
الأنسجة والأعضاء المزروعة. فاللي زارع كبد أو زارع كلى هيبقى عنده مشكلة لو زاد عنده تي سي، ولو زادت التي سي هتكون بسبب التي اتش. يبقى أنا مش عايز أزود التي اتش عشان ما تزودش التي سي. لما يكون واحد عامل عملية زرع عضو لازم يكون في مكان معقم تماما طوال المرحلة ما بعد أداء العملية، خوفا من أن جهاز المناعة بتاعه ينشط بسبب دخول أي ميكروب غريب، فتنشط التي اتش، والتي اتش تنشط التي سي، والتي سي تبتدي بالبحث عن الميكروب بأعداد كبيرة فتجد العضو المزروع فتهاجم خلاياه وتحللها وتقضي عليه، وبالتالي تبقى فيه مشكلة كبيرة لهذا الشخص. يبقى هنا خلايا سامة لأنها بتقضي على الفيروس وعلى البكتيريا وعلى الخلايا المصابة بالسرطان وعلى الأعضاء المزروعة بتستخدم فيها سموم، وقاتلة لأنها بتقدر تبوظ الخلية وتفتتها وتحللها. نروح للثالث، أو قبل نروح الثالث، دي شكل الخلية اللي بتهاجم خلايا تي اتش اي، بتهاجم الخلايا الميكروبية اللي موجودة أو الخلايا المصابة. نيجي لثالث نوع تي اس. تي اس اسمها خلايا تائية مثبطة أو خلايا كابحة. خلايا مثبطة هو ايه؟ التثبيط، تقليل النشاط، عكس التنشيط. كابحة بنسمي الفرامل كابحة. ليه بقى أو كابح؟ لأنها ما بتدوس عليها بتقلل من صوت العربية وتوقفها، فسميت دي مثبطة وكابحة. مثبطة لمن وكابحة لمن؟ أول ما هتثبط نشاط تثبط التي اتش والتي اس سي والبقية والان كي. لماذا؟ لماذا تثبطهم؟ لماذا تقلل من نشاطهم؟ لا تبدأ هذه المرحلة إلا بعد الشفاء من الميكروب. تبقى الخلايا تي سي ما بتشتغلش أثناء الميكروب. متى يبدأ عمل التي اس؟ متى يبدأ عمل التي اس؟ مش التي سي، تي اس. متى يبدأ عملها؟ عندما يتخلص الجسم من الميكروب. طب اتخلصنا من الميكروب، ايه اخبار اعداد ونشاط البقية؟ كبيرة وبتنتج اجسام مضادة كتير. ايه اخبار اعداد ونشاط التي اتش؟ كتيرة وبتنشط غيرها من الخلايا. تي سي عمالة تفرز سموم وتقتل في الخلايا. طب ماذا نفعل؟ يجب الحفاظ على الحد الادنى لهذه الخلايا، يجب خفض هذه الاعداد وتقليل تنشيطها، لدرجة ان ممكن التي سي ديت تي اس ديت تفرز مواد اسمها الليمفوكاينات، هنقولها قدام تاني. هذه المواد تعمل على تثبيط النشاط وقد تؤدي الى قتل بعض انواع من الخلايا البقية لكي يقل عددها. يبقى مثبطة يعني ايه؟ نشوف مثبطة يعني ايه. مثبطة يعني تنظم درجة الاستجابة المناعية عند الحد المطلوب، تمام؟ بتنظم درجة الاستجابة المناعية. مصاب نسيبك تزيد، خفيت لا نخلص على الخلايا ديت فبننظم لك الاستجابة. ومش معنى ان انا خلص على البقية والتائية السامة والتائية المساعدة ان انا اتخلص ونزلهم الى اعداد الصفر، لا، ده انا اقللهم للمستوى اللي كان عليه من قبل الاصابة، اللي هم من 10-15% بقية بالنسبة للخلايا الليمفاوية و 80% بالنسبة للخلايا التائية ومن 5-10 القاتلة الطبيعية للسوائل. إذن أهمية المثبطة تنظيم درجة الاستجابة المناعية للحد المطلوب. 2، إزاي أثبط؟ إزاي أوصل بالاستجابة المناعية للحد المطلوب؟ إزاي أنظم درجة الاستجابة؟ تنظم عمل الخلايا التائية والباقية بعد القضاء على الميكروب. تثبط عمل خلايا التائية والباقية بعد القضاء على الميكروب، مهم جدا. يعني تثبط النشاط، يعني تقلل العدد وتقضي على كثيرا منها حتى تصل للعدد المطلوب. كمان بتتخلص من أجسام المضادة، كمان بتتخلص من الزيادة من الباقية اللي بتنتج أجسام مضادة، كمان بتأثر على تي اتش، كمان بتأثر على تي سي. تبقى الخلية الوحيدة اللي بتقدر تقلل من نشاط الخلايا المناعية الأخرى وتوصلها للحد المطلوب كاستجابة مناعية بعد الشفاء من الميكروب ومن المرض هي المثبطة أو الكادحة. نحكي قصة الخلايا من أول وجديد. دي نخاع العظام، ودي إحدى الخلايا الجذعية اللي لو فضلت في العظم في نخاع العظام
تنضج وتصبح بائية. لكنها الجزيئية قد تنتقل إلى زي ما انتم شايفين أربعة الغدة التيموسية. تعمل إيه الجزيئية جوه الغدة التيموسية؟ جوه الغدة التيموسية يحصل لها واحد نضج، اثنين تمايز إلى تي اتش تي سي تي اس، يبقى ستة. دي مين؟ ستة دي خلايا تائية متمايزة عدة أنواع يعني، ودي ثلاثة من خمسة خلايا بائية يمشوا في الدم، يبقى السبع وعاء دمهم، ويروحوا يتخزنوا فين؟ يتخزنوا في أماكن التخزين الأربعة اللي هي اللوزتان وعقد لمفاوية والطحال وبقع بير، ده اتخزنت في هذه الأماكن لحين إعادة استخدامه. فإذا دخل ميكروب تبتدي المكان اللي بيتخزن ده يطلع تاني للدم الخلايا مرة أخرى. عشان كده تلاقي السهم رايح وراجع، رايح للتخزين وراجع للاستخدام. إذا كنت سليم ما عنديش ميكروبات فالخلايا الليمفاوية مخزنة ولا تعمل. مخزنة فين؟ مخزنة في بقع بير، عقد ليمفاوية، الطحال، ونادرا أن تكون في اللوزتين. ده بالنسبة للتخزين. فإذا دخل ميكروب تبدأ أولى العمليات هي خروجها وتنشيطها. مين اللي هيقوم بالتنشيط؟ التي اتش. يبقى التي اتش هو الذي يترك الأول الميكروب فينشط وينشط غيره، وبالتالي الأسهم المزدوجة تعني لو ماشي في الاتجاه ده يبقى أنا رايح أخزن بس وأنا سليم والحمد لله. لو أنا راجع تاني على الدم بده معناه إن أنا مصاب وإن في ميكروب في الجسم، فالخلايا الليمفاوية المخزنة ابتدت تخرج في طيار الدم لتصل إلى مكان الإصابة وتقضي عليها باستجابة مناعية متنوعة. فالبائية استجابتها تكوين أجسام مضادة، والتائية السامة أو القاتلة استجابتها القضاء على الأمراض أو الخلايا المصابة بالفيروس والخلايا السرطانية في الجسم وإذا كانت هناك أعضاء مزروعة. ده المخطط اللي يهمني ان انت تكون فاهمه. نيجي لتالت نوع واخر نوع في حلقه النهارده اللي هي الخلايا القاتله الطبيعيه اللي هي NK. ديت لما نيجي نشوفها هنلاقي نسبتها كام؟ من 5 لـ10% من الخلايا الليمفاويه. اين تتكون؟ السؤال ده اتكرر في كل الخلايا تقريبا، عشان كده لو عملنا جدول مقارنه هنجد في متعه في وضع المعلومات باقل مجهود، زيها زي اللي فات. بتتكون في نخاع العظام ومكان نضجها زي البقية، بتنضج في نخاع العظام. طب ما أهمية هذه الخلايا؟ شوف الاستجابة المناعية بتاعتها بقى. أولا هي استجابتها بتبقى ضد الخلايا المصابة بالفيروس وضد الخلايا السرطانية، تشبه في ذلك القاتلة أو السامة. ولكن القاتلة الطبيعية ما نلخبطش من القاتلة الطبيعية والقاتلة السامة، القاتلة السامة تائية بينما القاتلة الطبيعية رمزها NK. دورها انها بتقضي على الخلايا المصابه بافراز انزيمات محلله عليها، يبقى مش باي شكل، يبقى طريقه القضاء عليها بيكون من خلال انزيمات محلله. يبقى انا عندي اهميتها بتهاجم خلايا الجسم المصابه بالفيروس زي الخلايا المصابه بالفيروس زي هجمتها تي سي، وخلايا سرطانيه وتقضي عليها بس بواسطه ايه بقى؟ بواسطة إنزيمات تفرزها وتصبها على الخلايا المصابة فتحللها بما فيها، تمام؟ التانية بتفرز سموم تقتل، عشان كده اختلفنا في طريقة الاستجابة المناعية. واضح طبعا الشكل اللي قدامي ده. يبقى دي الخلايا اللي بتهاجم، شايفين دي NK، وده الخلايا السرطانية. هي ما بتلتهمهاش، هي كل اللي بتعملها وهي في المكان ده بتصب عليها إنزيمات محللة. طيب نروح نقول، طيب لو حبيت اراجع او اعمل جدول مقارنه، اعمل الجدول ده ازاي وايه تبقى المحاور بتاعته؟ هما المحاور بتاعته التلات اعمده اللي انتوا عارفينها. يبقى لو انا عملت الجدول كده وقسمت ده عمود وجه المقارنه، دي البائيه، وفي الاخر خالص القاتلة الطبيعية ودي التائية. ليه؟ لأن التائية ثلاث أنواع. لما أتكلم على
وجه المقارنة تبقى دي البائية ودي التائية ودي القاتلة الطبيعية. طيب الأنواع البائية والقاتلة الطبيعية ما لناش دعوة بيه، أهم التلات أنواع لكن هأخرهم شوية. طيب آدي التلات أنواع، نبتدي بالبائية التائية القاتلة الطبيعية. الاسم بالعربي كلكم عارفين اسم التلات أنواع باللغة العربية. نبتدي دي بائية نحة لمفاوية، دي تائية نحة لمفاوية، دي قاتلة طبيعية. قاتلة طبيعية. اتنين، خلصنا من رقم واحد وتعرفنا على الأسماء بتاعتهم. اتنين، النسبة. أفكركم، تعال نفكر البائية كام؟ البائية من 10% إلى 15%، بس منين؟ من الليمفاوية مش من خلايا الدم البيضاء. بينما التائية 80%، بينما القاتلة الطبيعية من 5% إلى 10%. دي أو دي أو دي هكتبهم واحدة، دي من الخلايا الليمفاوية. ده من الخلايا الليمفاوية. يبقى تاني نقطة، النسبة عرفنا نسبة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. مكان التكوين، مكان التكوين. مكان التكوين أين تتكون؟ كلكم عارفين أقدر أكتبها مرة واحدة. كلهم بيتكونوا فين؟ كلهم بيتكونوا في مكان واحد. كلهم بيتكونوا في نخاع العظام الأحمر. عشان كده ما عنديش مشكلة. ليه؟ ما كررتش الكلام، لأن التكوين في مكان واحد. ده بالنسبة للمكان. طب مكان النضج، مكان النضج أين تنضج؟ والتمايز، أين تنضج وأين تتمايز؟ تعال نشوف النضج والتمايز. دي بتنضج فين؟ في نخاع العظام الأحمر. وأيضا القاتلة الطبيعية بتنضج في نخاع العظام الأحمر. أين تنضج التائية؟ دي بتنضج وتتمايز إلى أنواعها المختلفة. فين بقى؟ في الغدة التيموسية، مش في أي حتة. يبقى عرفنا مكان التكوين، عرفنا مكان النضج، يبقى الأنواع. الأنواع دي ثلاث أنواع، والبائية والقاتلة الطبيعية نوع واحد، لكنها بتتخصص بأشكال مختلفة حسب نوع الميكروب. عندي مين بقى؟ عندي المساعدة تي اتش، وعندي القاتلة السامة تي سي، وعندي تي اس اللي هي المثبطة أو الكابحة. لما نيجي نكتب أسمائهم أكتب أسمائهم إزاي؟ نبتدي دي تائية مساعدة، تائية مساعدة خلاص. تي سي اسمها تائية قاتلة سامة، دي مثبطة كابحة. دي الأسماء. نيجي بعد كده نقول الأهمية، أهمية كل نوع من الأنواع دي. يبقى دي أنواعها نتيجة التمايز. هنا ما اتكلمناش على أنواع، وهنا ما اتكلمناش على أنواع. تبقى الأهمية، تقدر بقى تحط أهمية كل نوع من الأنواع اللي موجودة عندك. وليكن
الباقية ايه نوع الاستجابة المناعية؟ ايه نوع الاستجابة المناعية بتاعتها؟ دي بتنتج أجسام مضادة لتقضي على الميكروب. يبقى شغلة البقية إنتاج أجسام مضادة. نروح للقاتلة الطبيعية وبعدين نرجع للتقية. طب والقاتلة الطبيعية بتقضي على من ومن؟ على الخلايا المصابة سواء كانت سرطانية أو بالفيروس، وتصب عليها إنزيمات محللة للميكروب. تمام؟ نيجي للتقية. التقية المساعدة بتنشط وتحفز مين؟ التقية المساعدة بتنشط غيرها من التقية اللي هم مين؟ تي سي وتي اس بس، وتنشط الباقية. ليه؟ لإنتاج الأجسام المضادة. تبقى الباقية مش هتنتج الأجسام المضادة، والتقية السامة والتقية المثبتة مش هتشتغل إلا بتنشيط من التقية اتش. طب السامة، السامة دي بتقضي على مين ومين؟ بتقضي على الخلايا المصابة بالفيروس والسرطانية والأعضاء المزروعة بواسطة برضو انزيمات سامة او بواسطة السموم. بتسمم الخلايا دي وهنقولها بالتفصيل فيما بعد في الآلية. نروح لتي اس. دي بتعمل ايه؟ دي بتثبت نشاط الخلايا. يبقى بتثبت نشاط الخلايا. اي خلايا؟ تي اتش، تي سي، والباقية. بتثبتهم يعني تقلل نشاطهم وتحدد وتحد من الاستجابة المناعية إلى الحد المطلوب. يبقى بتنظم الاستجابة المناعية للحد المطلوب، يعني ما بتقضيش على كل الخلايا الليمفاوية، لا، بتوصله لغاية حد معقول جدا اللي هي تمثل النسب اللي احنا قلناها. وبالتالي الجدول ده لما يترتب بهذا الشكل الرائع نقدر ان ذاكرنا الثلاث خلايا مع بعض وعرفنا اوجه الاختلاف واوجه الشبه، وعرفنا فين بتتكون، فين بتنضج، فين بتتميز، فين بتنشط. كمان عرفنا الشكل الرياضي، اقدر اقول ازاي اطلع نسب الخلايا دي. مهمه جدا ان انت تبقى عارفها في مذاكرتك للخلايا الليمفاويه بانواعها الثلاثه. كده احنا بنوصل لختام حلقة النهاردة، لكن وعد إن شاء الله الحلقة القادمة نستكمل فيها الجهاز المناعي، وإن شاء الله يكون لكم لقاء مباشر نتلقى منكم الأسئلة ونجاوبكم عليها في أقرب فرصة ممكنة ونعملها كتجربة. إذا نجحت إن شاء الله نكون متواجدين معاكم كل فترة ردا على أسئلتكم. أشكركم وإلى رعاية وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.